تفضل يا أخي محمد من الرياض معنا على الخط. السلام عليكم. عليكم السلام. الله يعطيك العافية. نبغى نسأل الشيخ، تفضل. يجوز الرجل أن يتزوج خالة زوجته وعمته، يعني بوجود زوجته؟ نعم، أعد سؤالك. كيف؟ أعد السؤال. هل يجوز الرجل أن يتزوج خالة زوجته أو عمتها بوجود زوجته، يعني باسمه؟ تفضل. نعم. ما سمعت. نعم. تعيد السؤال لو لأن السؤال لم يضح. يقول مثلا الرجل يجوز أن يتزوج خالة زوجته؟ لا يا أخي، لا خالتها ولا عمتها. نعم.